الأول كنا استضفنا الإعلامي وممثل اللجنة الأولمبية الأردنية سيد أحمد الملاح، وتكلم عن المشاركة الأردنية في هذه الدورة. مشاهدينا الكرام، دعونا نتشرف باستضافة البطلة السابقة السيدة زبيدة بويعقوب، مسؤولة اللجنة النسائية والمكلفة بالمواهب الشابة بالاتحاد الجزائري لرياضة الجيدو. مرحبا بك سيدة. العفو. طبعا يلا خلينا نقول اولا، لغايه امس الجزائر كانت حصلت على 34 ميداليه ذهبيه و20 ميداليه فضيه و24 طبعا ميداليه برونزيه، متبوعه بالبحرين باربع ذهبيات و14 ذهبيه عفوا و7 فضيه و7 برونزيه، المغرب في المركز الثالث بسبع ذهبيات و19 فضيه و10 برونزيات، فيما يحتل المركز الرابع المنتخب التونسي خمس بخمس ذهبيات و16 فضيه و17 برونزيه، هذه لغايه يوم امس. طبعا اليوم الجزائر اضافت ميداليتين ذهبيتين عن طريق السباح جواد سيوت، طبعا ذهبيه 50 متر سباحه فراشه بتوقيت قدره 24 ثانيه و4 جزء او 0.4 جزء من المئه، فيما تمكنت السباحه إيمان مليح بالفوز بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر سباحة على الظهر بتوقيت قدره 29 ثانية و28 جزء من المئة، وهذا توقيت عربي جديد طبعا تتشرف به الجزائر. سيدة زبيدة بويعقوب، ما هي أحوال رياضة المصارعة أو جيدو إن صح التعبير؟ يلا، ما هي أحوال رياضة الجيدو في هذه الألعاب؟ الحمد لله الجيدو يعني تحصلنا على كامل ميداليات الحمد لله، وتحصلنا على مرتبة الأولى في الترتيب الدولي في رياضة الجودو. يعني من بينهم عندنا 14 نهائي، من بينهم 8 أوغ 8 ذهبية 8 ذهبية و6 فضية و2 برونزية. ما شاء الله. يلا، حصلت رياضة الجودو في الجزائر 8 ذهبيات 6 فضيات وبرونزيتين. طبعا ما هي قراءة اللجنة الأولمبية صح التعبير وبعدها الاتحاد الجزائري للرياضة لهذه النتائج؟ هل هو راضي طبعا بهذه النتائج أكيد، أو يسعى إلى تتويجات أخرى؟ أكيد أكيد. ولو أنه انتهت المنافسة بالنسبة لرياضة الجيد، إحنا انتهت رياضة بالنسبة للجيدو أمس، يعني كانت نهاية المنافسة عبر حسب الفرق، وين الجزائر كيف لحقنا للنهائي. كان عندنا اثنين نهائي من بينها دينا ذهبية والثانية فضية، يعني زادت في طلعت المستوى تاعنا وين كنا في نسبة الميداليات في الجدول الترتيب ما شاء الله الجزائري طبعا الاتحاد العربي طبعا، وخلى الجزائر تنفرد بالرياضة ب 34 ميدالية ذهبية لحد ساعة أو 36 بعد ميداليتين ذهبيتين خاصة بالسباحين طبعا، كل من مليح وكذلك جواد سيود. سيدتي، دوركم في الاتحاد الجزائري لرياضة الجيدو هو مكلفة بالمواهب الشابة. أولا سؤالي قبل أن نتفرغ لهذا الموضوع، سؤالي هل كانت مواهب شابة عفوا شاركت في الألعاب العربية بهذه الطبعة؟ عندنا احنا باش يكون في علمك، احنا البارح كملنا المنافسة تاع الجيدو البارح، الناس كانت فرحانة وعرس، وصح كان عرس كبير، يعني احنا يا نتيجة تقدر تحدد تقول عندنا دينا علامة كاملة 7/7، بس كان عندنا 14 فينال نهائي، يعني تمنى العلامة كاملة، عندنا سبع أوزان في الإناث وسبعة في الذكور، وكم كان عندنا 14 نهائي تقدر تقول 6/7 يعني مور الاحتفال والنتائج والفرحة هذيك. احنا رئيس الاتحاد الجزائري للجودو كان نعمل جوست ابخي، احنا قعدنا تما في القاعة البيضاوية وين قام درنا اجتماع خاص بالمدراء الفنيين والتقنيين، قال باش سيفغي حرانا ربحنا هاوليك رانا النتيجة علامة كاملة، مي مازال عندنا اهداف اللي راهي على القالب راهي قريبة، وهذا مر هذا وهو اللي هدف الأول اللي على بالكم به هو الألعاب الأولمبية باريس طبعا أكيد، وعدنا تانيك شومبيونا دافريك اللي تكون هذا العام إن شاء الله يعني مخصصة، تقدر تقول مخصصة راهي تكون في البطولة الإفريقية هذا العام والعام الجاي إن شاء الله تكون عندها 100% يعني النقاط تاعها
يعني الرياضي الواحد يتحصل على 700 نقطه ما شاء الله. حنايا ان شاء الله كيفاش تكون مخصصه، يعني نديروها مخصصه للرياضيين اللي راهم هما في السباق لي جوز اولمبيك، لي كاليفيكاسيون جوز اولمبيك، يعني لو كان ما يكونوش المدربين متاكدين باللي الرياضيين هادو حيجيبوا ذهبيه ولا يعني فيناليست ان صح القول، ما يكونوش بين هاد في مواهب حاضرين. جوستومون جايتك على المواهب الشابه، قلت لك يكونوا رياضيين اللي راهم في السباق على لي جوز اولمبيك، وكذلك ننتجريو معاهم المواهب الشابه، يعني من هاد البطوله العربيه رانا في لين دووات فير لي جو، يعني حبي يقول خلاص رانا في نشببوا الفريق اذا صح القول. دونك شاك بطوله اللي جايين ان شاء الله ننتجريو فيهم، يولي عندنا منتخب الف اللي هو راهو باين راهو في السباق للالعاب الاولمبيه، وفريق الامال ان صح القول او لي جان طالون يكون هو الفريق الثاني اللي يرافق هاد ليكيب ا فوالا. والشباب اللي كتهضر عليهم عندنا بيان سور ديجا هو دريس مسعود راهو 21 عندنا عماد بلعزوق، عندنا قدور، عندنا زينب، وعندنا يعني كاين دي جان راهم جايين ان شاء الله على كل حال يكونوا يقعدوا في هاد الطريق ان شاء الله. صح. هذا ما نتمنى. ما هو دوركم في الاتحاديه سيداتي؟ انت مكلفه بالمواهب الشابه، هل فيه خرجات؟ هل فيه طبعا دي كومبيتيسيون وين دوركم الاساسي هو الاستثمار في هذه المواهب؟ لانه قيل الكثير عن رياضه الجودو وعن رياضه الملاكمه ورياضه الكاراتيه في الالعاب المتوسطيه، نحن كاعلاميين وكصحفيين قلنا انه يجب الاستثمار في هذه الرياضات بالنسبه للالعاب الاولمبيه 2024 بباريس، ما هو دوركم الفعلي في الاتحاديه؟ طبعا حنايا ما يخفالك باللي قبل الالعاب العربيه كانوا المنتخبات كامل في تربص، يعني من الاشبال اواسط حتى الصغرى، اصغر اشبال اواسط واكابر كانوا في تربص مغلق حد الالعاب العربيه. درنا يعني حبسنا غير قلنا الفريق الف وين كانوا معهم الفريق بي في التحضير. المواهب الشابه عندهم في هذا الشهر جوستمو هما غدوه الاواسط والاشبال يدخلوا ان شاء الله غدوه لو 10 يدخلوا تربص، عندهم هنا بطوله افريقيه اللي ستقام بمدى قشقر لو 26 لو 27 لو 28 لو 29 اي لو 30 ما بين الاصغر والاواسط عفوا والاشبال لي كادي لي جونيور. وحنا الفريق تاعنا ان شاء الله حي بقياده الاشبال بقياده عبد الرحمن بن مادي اللي هو كان رياضي سابق، والإناث تاركات رتيبه اللي كانت هي كذلك بطله سابقه. الاواسط كيف عندنا بوسبت اللي هو كونسيون سبور وحاليا في ليسي سبورتيف دراريه، كذلك هنا سعيدي اللي بطله سابقه كذلك. هل في خرجات للمدن الداخليه سيدتي المحترمه؟ هل في طبعا مدربين ومسؤولين على المستوى الاتحاديه من اجل انتقاء هذه المواهب الشابه؟ اكيد احنا نعمل على هذا الشيء، احنا يعني الدور تاعنا المهام تاعنا هذا هو انتقاء المواهب الشابه ونتبعوهم كيما يكونوا، وعملوا دورات في تونس اللي كانت هي دوره مفتوحه، راح تنقلوا كامل الوفد اصغر اشبال واواسط. طبعا هذا الشيء راح يعود بالايجاب على الاتحاديه الجزائريه اللي هذا هو شيء تسعى له. الجيدو اخر ميداليه اولمبيه كانت لي 2008 اللي سوريا حداد وعمر بن يخلف. عمر بن يخلف يعني من 2008 وحنا في روكود ان شاء الله نتمناو منا يعني احنا باش ما يخفالكش هاد النتائج اللي حققناهم اليوم ما جاوش من هذا عمل مجهود. صافي 2 سنين اللي جينا يعني برسك 2 سنين وحنا الفريق الوطني هو في تربص خارج البلاد وداخل البلاد. جوستومون هنا نغتنم الفرصه باش نشكر اللجنه الاولمبيه اللي كانت مرافقه للرياضيين تاعنا،
والوزارة الوصية على رأسها عبد الرحمن حمد اللي احتفى هذه الألعاب كان واقف على كل كبيرة وصغيرة. طبعا رياضي سابق. كان واقف على كل حاجة، كل حاجة صغيرة وكبيرة يعني. وشوف الألعاب هذه راهي دارت ظرف قياسي يعني. والحمد لله حنا الجودو كان تنظيم محكم، القاعة البيضاوية كانت عرس والصور هي وحدها تقول صح. تقول صح. صح. تقول طبعا قناة البلاد كانت موجودة في مختلف الرياضات التي تجرى هنا بالجزائر، وخاصة رياضة الجودو التي حققت عدد كبير من الميداليات سواء منها الذهبية والفضية أو حتى البرونزية. نذكر فقط أن المنتخب الجزائري إينات فاز في رياضة كرة الطائرة، فاز على المنتخب الأردني بثلاث أشواط لصفر ليعود بذلك ثالث انتصار لسيدات الجزائر بعد الفوز على كل من الإمارات ومنتخب تونس في انتظار المواجهة الأخيرة بدور المجموعات ضد المنتخب القطري الشقيق. فيه اللجنة العليا المنظمة للألعاب الرياضية العربية راح تنظم ملتقى علمي دولي ذو بعد عربي بعنوان الرهانات التنموية للرياضة وللقيم الأولمبية في الوطن العربي. شيء مهم جدا يكون فيها طبعا مسؤولين وقامات ورياضيين كذلك ومدربين من أجل هذا النقاش والاستثمار في مثل هكذا دورات. أكيد. طبعا يبقى هذا شيء مهم بالنسبة للرياضة العربية. نروح مباشرة إلى قضية عرفتها السباحة الجزائرية، وهي قضية جواد صيود، هذا السباح الذي ربما تكلم في ندوة صحفية. الوالد والد جواد صيود تكلم في ندوة صحفية، هل يملك الحق أولا في الحديث طبعا من خلال ندوة صحفية؟ تكلم عن وضعية ابنه وعدم تنقله إلى اليابان من مع المنتخب الوطني، وأثار عدد كبير أو أسال الكثير من الحبر وعلامة استفهام كبيرة كان طبعا فجرها والد السباح جواد صيود. نسمع ماذا قال الرجل ولنعود بعد هذا. جيت نشارك لنا سي با دو تو بارابور لا فيدراسيون، j'ai rien à voir avec cette fédération et je veux pas être associé. Moi je suis venu participer pour faire plaisir aux Algériens, pour au mieux représenter mon pays. Quand on est dans une route et surtout au très haut niveau, quand l'année dernière je passe avec j'étais dans le top 12 des meilleurs nageurs mondiaux sur ma spécialité qui est quand même énorme. Et ben on peut parier que sur les autres fédérations on les traite pas de la même manière, et surtout la mienne, la manière dont j'ai été traité, la manière dont ils ont été reconnaissants envers mon travail et envers les gens qui m'entourent, elle me donne envie de vomir. Mais je m'attendais à rien d'eux, parce que dès qu'on les voit et dès qu'on voit leur manière de travailler, de manière, on sent tout de suite l'incompétence. Il y a certaines personnes qui sont venues exprès pour perturber mon entourage et moi. Après, vous n'êtes pas au courant forcément, mais il y a eu des agressions ce matin. Il y a des témoins. Et ça, malheureusement, on le voit dans aucune autre fédération. Et c'est un truc qui me fait halluciner. Et après, on peut parler de professionnalisme, mais malheureusement, quand on bosse avec une fédération comme ça, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de haut niveau. J'ai vu le championnat du monde, le Japon, le 11 juillet. C'était prévu le 5 juillet. Qui a donné le Japon arabe, Gunna y khalas le 11, ou il y a des écrits, Gunna y roule le 11 juillet. À ce jour, Allah m'a le visa. À ce jour. Allah m'a le visa. Allah m'a le lobby. Moi, j'ai donné un poisson d'avril, le 27, la veille de Ramadan. حتى العيد قالوا له أروح عندك رونديفو في لومباساد دو جابون باه دير الفيزا نتاعك كوم على بالكم. بعثوا له غير لو 24 لافي تاع العيد الناس الكل تروح عند والديها اي سيرتو دون لو سونس الجي كونستانتين لي زافيون كامل كومبلي. واش درنا؟ اون لو بري ان تاكسي راح. مالوروزمون سيتي بريفي مشى 4 تاع الصباح، سيتي بريفي يوصل على 10 لومباساد تاع جابون. صرات اكسيدون في الجباحيه 3 زير دو روتار، وصل على 1:30 ما كان حتى واحد. Aucun numéro de contact. Il s'est présenté à l'ambassade. On a les photos. L'agent d'accueil, les Japonais, vraiment, il a fait un dossier. Il n'a fait pas de dossier. La fédération, il a fait le jib, c'est le tsaour ou le passeport. Il a fait le dossier complet, il a fait le jib. Et à ce jour, on les a relancés. On a fait le jib. Malgré le tarif, quand c'était vraiment dangereux de voyager la veille à l'Aïd. ما كانش السجور قبيل حنا نهضروا معاه افيك دي ايميل ما ريبوندوش. طبعا قضيه لم نكن طبعا نود سمعها ولم نكن نود
ربما حضور لمثل هكذا قضايا سواء من طرف السباح او من طرف والد السباح، نحن في غنى على مثل هكذا قضايا. سيدتي المحترمه بكل صراحه، تشوف يعني ندوه صحفيه يتحدث فيها سباح، تحدث فيها والد سباح، كان من الاجدر ربما اللي هو طبعا المناجات تاع الوالد والمناجات تاع السباح، كان من الاجدر انه تحل الامور كما نقولوا بالعاميه بالسياسه ولا وديا بين الاتحاديه الجزائريه للسباحه والبطل الجزائري. انا يعني والله شيء حتى انا كان في تصريحات خطيره من طرف سباح، ما بمسح شيء مؤسف تلقى رياضي وما يتفاهمش مع اتحاديه ولا اتحاديه في وقت هذا اللي رانا فيه، لازم نكونوا كامل متحدين. يعني والله شيء مؤسف، يعني ان شاء الله نتمنى يلقاو حل في الاقرب العاجل، باسكو رياضي كيما هذا ثاني ما يلزمش نضيعوه كمام، رانا ما بقناش ا دو با لي جوز اولمبيك، ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله ما نتمنوا تكون يلقاو الحل، ما على باليش واش كاين. طبعا يجب بينه وبين الفيدراليه ما نقدرش نهضر بلوس كو سا بيان سور. طبعا وعلى السباح انه يتحلى كذلك بالاحترافيه خاصه في مثل هكذا ظروف. نحن لا نعرف القضيه ان صح التعبير، قلت نقلت الى السفاره الخاصه باليابان، وصلت متاخرا وقتها، واحد كان من اجدر الاتصال بالاتحاديه اقل شيء. طبعا نحن طبعا مرنا مع السباح ولا كذا الاتحاديه الجزائريه للسباحه، ولكن رئيس الاتحاديه طبعا للعب المائيه سيد بوغادو تكلم عن القضيه في ندوه صحفيه، وربما اشار الى بعض النقاط التي تستحق فعلا الجلوس في طاوله مستديره ومناقشه هذه القضيه. السباح جواد سيود: الاتحاديه عطت له كل الامكانيات الماليه من 2017، كل الامكانيات الماليه والتقارير راهي هنايا، وحنا انا اليوم غندير برك ان بوين دو بريس وبنعطيكم لو بريس بوك افيك تو لي ديتاي فينونسيي فيرمون بار دات بار ما كاش خويا فالور اجوتي راهي في هذا السباح ونكسروه صاري يسيت سي لا نوت خوسي. ماهوش معقول هذا طريقه في تغليط الراي العام وطريقه في لا مانيبيولاسيون. ما يحقرش الناس، هذا حقرنا البارح حقرنا، والجزائري ما تحقرش في بلاده وني دي بينيفول ما يقولش علينا دي زانكومبيتون حنايا، الوغ كو حنايا اللي رجعناه شامبيون. شحال مره قدمنا له دعوه باش يجي نشوفوا المشكل، وين راهو المشكل معانا انت، واش عندك مشكل، حبينا نعرفوا ما جاش، ما يجيش. مره في رمضان الناس قاع جات لي موم دو بيرو قاع جا هو ما جاش، خلانا تما ما جاش. ثم يقول لك انا سباح تاع الكوميتي اولمبيك، يبقى هضر على الكوميتي اولمبيك ما تهضرش عليا انا. وانا وانا علاه انا نعطيك دراهم، نعطيتك دراهم و دو في جوستيفي ها هو البروبليم وراه. قال لك انا ما جوستيفيش، قلنا له من حقك، درنا اولات المينيستر قلنا له هذا ما حبش يجوستيفي دراهم مال الشعب اموال الدوله. اليوم المشكل ماهوش معايا انا، مع المشكله مع الوزاره تاعو، يحب يجوستيفي ما يجوستيفيش هو من حقه، هو حر، ولكن ما يحقرش الناس. نوركم تشوفوا لي زيميل اللي يكتبهم الاعضاء المكتب لي مناس يفو فوار سا. اليوم تجي تشوف النيفو تقول لي ميداي دور النيفو سي با ماهوش اكستراوردينار. اليوم كاين بطوله عالم، انا كنت نتمنى انه راهو في فوكويوكا الان يتحضر البطولة العالم للأهداف الكبيرة. يسانكيت بوغ لي جون هادوما ولا أنا جوغي ميليوم يكون في الفيلاج معاهم على غير ربورة عدا سجاتي ماشي يكون مع لبناش وراه اليوم يبات يقعد معهم في الكرادان سي سال. كونت اون بارل دون اسبري دو جروب دون كويزيون دون فيزيون اي جون باس أنا هادي أنا تعاوننا ونعاونوك. دونك قال لك جا اون روتار بوغ افواغ لو فيزا تاعو ولحق اون روتار وراح وواحد ما حوس عليه إذن هو راه صرح وقال بلي كان اون روتار. وحنايا ناكدوا لكم ان السباحين كلهم اللي كانوا عندهم لو ميم رونديفو لو ميم جور كلهم دخلوا تلقاو الفيزا تاعهم في ظرف 5 دقائق. 24 عطينا له لافورماسيون بلي يروح اللي يدير الفيزا تاعو، لو 27 راح صراو له ظروف الحق روتار. كي تحق روتار على الساعه الواحده قال لك ولا مانيش عارف الحق، كما المفروض كان يطلع للاتحاد يطلع لدارو اتحادية قال انا عندي مشكل ما نحلوا المشكل 2 مينوت 5 مينوت نحلوا المشكل تاعو. وانا المعلومات اللي عندي انه ما التحقش بالاتحادية. احنا بروبليم تاع الفيزا هذا ما جا روطار وما دارش يفالي فارد كاع الضجه هذه فوندون اون سو مومون ميم في هاد لا كومبيتيسيون اسكي يفالي فارس. طبعا هذه تصريحات خاصه بسيد بوغادو رئيس الاتحادية الجزائرية للالعاب المائية. ما رايك في هذه التصريحات هو زميلك وسيده؟ على كل حال غير صعيب رئيس الاتحاد يقول لك ما على باليش وين راهو، كلام صعيب.
يعني احنا ما رانا ني مع الاتلات و معلوم ني مع الرئيس ما على بالناش واش كاين او جوست مي كلام صعيب من المدا من السباح من السباح ومن الرئيس الاتحاديه يلزم اجتماع عن قريب العاجل صح باسكو ما عندناش وقت باش يكون الشقاق هدايا ماشي صالحنا ما يخدمش الجزائر. هذا الامر الذي دفعني للقول انه حان الوقت من اجل الجلوس طبعا حول مائده مستديره وطاوله مستديره حتى ربما رياضيين سيدتي المحترمه سيدة زبيدة أبو يعقوب حتى بعض الرياضيين عليهم ربما بالتحلي ببعض المسؤولية في التصريحات أكيد والعقلانية أنا أقول يقدر كلام السباح نعاود نقوله في الحصة كلام قاسي نوعا ما. إذا كان فيه مشاكل موجودة لجنة أولمبية موجودة وزارة موجودة اتحادية نظن أنه كان من الأجدر في ظل هذه الظروف الرائعة التي تقام فيها الألعاب العربية والجلوس في طاولة وإيجاد حل نهائي ومعرفة أين هو المشكل. حتى الرجل يقول لا أعرف المشكل مع سيد أو السباح جواد سيد. أنا نقول كي يكون كاين طرف ثالث تجور يكون يشدوا الأزمة تكبر دونك أنا جو بريفير المشكل هذا يتحل بيناتهم صح. يكونوا دو تاتا تات ويحلوا المشكل واش كاين يجي المدرب يجي لاتلات يجي دي تي ان ولا دي ان يكونوا كامل حاضرين في طابله هكا يطرحوا الاشكال تاعهم ويحلوا خاصة المشكل. خاصة السباح يقول لك لما تلقى اموالي ولا رئيس الاتحاد يقول الاتراسابيليتي موجوده موجود دونك ربما ما المغزى من اطاره هكذا امور خاصة في هذه الظروف. نروح للامور الايجابيه سيد بولعده يتحصل على الميداليه الذهبيه الحمد لله طبعا الحمد لله نملك ربما تصريحات خاصه بهذا البطل الذي ثابر من اجلها طوال مسيرته الرياضيه. الله نشوف سيد بولعده يلا راح نشوف طبعا تتويج ونعود نقول اليوم فزت صح بالخبرة تاعي لأنه اليوم الأول كان صعيب عليا بزاف وكان عندي كانت عندي رابريسيون كبيرة علاش يلزمني نربح في الجزائر الألعاب العربية في الجزائر لازم تكون لازم تختمها مسك يقول لك كما يقول لك وما تكون آخر منافسة هنا خد العام من العام الجاي ما حش تكون كاينة منافسة كما هكا في الجزائر والحمد لله. اليوم الثاني كنت زيرت روحي شوية الحمد لله حصلنا على الميدالية الذهبية. إذا كان هذا البطل الجزائري بورعدة الذي توج بالميدالية الذهبية ويخرج من الباب الواسع. لما نقول زبيدة أبو يعقوب نقول ياس أبو يعقوب عندك علاقة معه؟ خويا ها هو الأخ ما شاء الله ما شاء الله وك عائلة رياضية خاصة بهذا الخصوص بنتي الله يبارك ما شاء الله كان مدرب فريق الوطني ذكور. إذا بالتوفيق سيدتي المحترمة سيدة زبيدة أبو يعقوب مسؤولة اللجنة النسائية والمكلفة بالمواهب الشابة في الاتحاد الجزائري لرياضة الجيل. شكرا لكم نشكركم على الضياء على حسن الاستضافة نشكر كل من ساهم يعني لو كان بكلمة طيبة هكا في طلع معنوية الرياضيين نشكر الرياضيين نشكر المدراء الفنيين نشكر رئيس الفيدراليون نشكر اللجنة الأولمبية والوزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمن حمد الحيوة بالمناسبة طبعا أنت تواصلي العمل تاعك مازال متواصل في الألعاب العربية ولا خلاص معني لا مازالني أنا مع المصارعة والكاراتيه يلا بالتوفيق يعني في لجنة خاصة في التحكيم لا أنا خاطر للتحكيم يلا شكرا لك سيدة زبيدة أبو يعقوب مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية برنامج اليوم نلتقي بكم غدا طبعا زملائي في عدد جديد من برنامج بلاد سبور الذي تخصصه قناة البلاد لتغطية الطبعة 15 للألعاب العربية لديكم الحين ابقوا أوفياء لقناة البلاد.